هذه المبادرة هي استكمال لما قام به المجموعات السابقة لمساعدة القطاع الصحي في إنتاج ما يمكن إنتاجه في هذا الأمر. اليوم المجموعة الثالثة بقيادة المهندس بدر المحتسب وفريق من المتطوعين معه متمثل بالمهندس حمدي المحتسب والمهندس جلاء أبو رجب، استطاع الفريق كامل بتصميم سيارة إسعاف معزولة. السيارة الأصلية تبرع بها الأمن الوطني وهي بتعاون مع الأمن الوطني. استطاع هذا الفريق بإعادة هيكلية كابينة هذه السيارة بوضع كابينة جديدة وإعادة تصميم الداخل بالكامل حتى تتسع لأربعة من المصابين بأمراض معدية، بالإضافة إلى محتوى بسرير في الداخل، محتوى على أجهزة مختلفة، محتوى على مقعد خاص بالطبيب يمكنه العمل. السيارة الارتفاعات الهندسية لها تؤهلها أن تكون غرفة عناية مركزة متنقلة. هذه السيارة تم تنفيذها من التعاون مع القطاع الخاص الذي ما توانى في تنفيذ ما يستطيع عمله أثناء الليل والنهار. القطاع الخاص ليس فقط مؤسسات بل هو أيضا من الأفراد العاديين الذين بادروا في المساعدة. هذه السيارة أيضا كانت بالاستشارة والتعاون مع الوزارات المختلفة، وزارة المواصلات، وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة في هذا الأمر للوصول إلى هذه السيارة التي يمكن استخدامها الآن وهي الآن صالح للاستخدام بشكل مباشر. وفي عندنا هون وحدة تكييف كاملة. العزل عندي هون دكتور أبو يوسف، إحنا استشرناه بالعزل. العزل عندنا هون 7 طبقات موجود. فكرة كما تعلمون عندما اجتاح العالم أجمع هذا الفيروس، فيروس كورونا، بدأت الجامعة بتحمل مسؤوليتها أمام أبنائها في أبناء الشعب الفلسطيني. وطبعا نحن في دائرة الهندسة الميكانيكية تقدمنا بفكرة عمل هذه المركبة بمواصفاتها الخاصة. بعد عرضها على الإدارة وافقت الإدارة، ومن ثم توجهنا إلى الأمن الوطني الفلسطيني والذين بدورهم وفروا لنا المركبة القادرة على حمل هذه المواصفات، وهي بقدرة محرك ما يقارب حوالي 7000 سنتيمتر مكعب. طبعا بدأنا التنفيذ بحيث أن تكون هذه المركبة قادرة على استيعاب 9 أشخاص، ومن ثم قمنا بالتعديل لتكون هذه المركبة قادرة على استيعاب 5 أشخاص، من ضمنهم الطبيب وسرير خاص معزول بكبسولة عزل خاصة مزود بوحدة فلترة ووحدة معالجة خاصة. هذه المركبة مزودة بنظام تهوية ومعزولة عزل تام، كافة الجوانب مزودة ببلاستيك مضاد للبكتيريا، أرضيتها طبعا مزودة بمصرف خاص لمواد التعقيم الكلور والمواد الأخرى حتى يتم إتلاف هذه المواد السائلة حسب الأصول، يعني مش ممكن أنها تنزل على جوانب الطريق. طبعا تم تزويدها بأبواب مالتي لوك وزجاج سيفتي جلاس طبعا مقاوم للحريق. المركبة طبعا تم تركيبها بمراعاة أبعادها الفنية وبتوزيع أحمال بشكل هندسي صحيح. كل الأمور الحمد لله تمت بصورة مرضية، والآن اليوم طبعا كما تابعتم قامت إدارة جامعة بوليتكنيك فلسطين بتسليمها لقوات الأمن الوطني الفلسطيني لتكون بخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني. كيف حالك؟